عليكم يا جناب العمدة الأفخم، وعليكم السلام يا دهية الدواهي. قصة طريفة من طرائف الفنان إسماعيل ياسين حدثت بالفعل، قصة إسماعيل ياسين وسيخة ليه والست سعاد. وبعدين شفت البنت دي حبيتها، بنت اسمها سعاد، حبيتها جدا. وبعدين كلمتها علشان الجواز ومش الجواز والحاجات دي، البنت رحبت جدا، قالت لي روح لخليل العصرة في اسم الموسكي، هو ضابط هناك، روح قول له على انك عاوز تتجوزني، وهو هيرحب جدا. فنان اسماعيل ياسين كان بيشتغل في فرقة بيبا عز الدين، وكان بيحب زميلة له في الفرقة كان اسمها سعاد، كان بيحبها جدا جدا جدا. فجه في يوم من الايام قال لها سعاد انا بحبك وعاوزة اتقدم لك. قالت له اخيرا اخيرا، ده انا كنت منتظرة الكلام ده من زمان، كان نفسي اسمع منك الكلام ده من زمان، بس لازم تروح تتقدم لي عند خليل افندي في اسم الموسكي، هو بيشتغل هناك ظابط، وتتقدم وتطلب ايدي منه. قال لها وماله اروح، ما اروحش ليه؟ ومشي وراح لسي خليل. راح فعلا لسي خليل وقال له يا عمي انا طالب القرب منك في سعاد. قال له ماشي يا سي اسماعيل، هنسأل عليك ونشوف. المهم اسماعيل كل شوية يروح لسعاد يقول لها ايه الاخبار. سي خليل رد عليكي ايه الاخبار، تقول له روح لخليل، يروح مرة تانية لسي خليل، لحد لما اسماعيل في يوم من الايام عارف ان سي خليل ده يبقى خطيب سعاد، وانها كانت بتبعت اسماعيل علشان تخليه يخلص ويتجوزها، وعلشان تحسسه ان هي مرغوبة وان الناس كلها بتحبها وعايزة ترتبط بيها. فاستخدمت اسماعيل ياسين للغرض ده، الله يرحمه كان طيب وما كانش له حظ مع الستات. قصة جميلة وطريفة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يرحمك يا اسماعيل. رحت قال والله طب نسأل عليك ونشوفك بتاع. اتضح لي اخيرا ان هما الاتنين كانوا مخطوبين لبعض، وهي حابة توريله على انها واحد جالها يتجوزها.